فعاليات وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبمناسبة يوم البيئة العالمي، أطلقت مديرية البيئة في حمص بالتعاون مع مجلس مدينة القصير مشروع تأهيل حديقة عامة في المدينة تضمنت زراعة أشجار وحملة نظافة للحديقة. وشارك في هذا المشروع متطوعون من جمعيات ومنظمات أهلية وشعبية والمجتمع المحلي في المدينة، وذلك بالتزامن مع احتفال الأهالي بالذكرى الرابعة لتحرير مدينتهم. نحن هون دورنا تقديم كل المساعدات اللازمة ضمن الإمكانيات المتاحة بتوجيهات السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة. نحن موجودين بكل المحافظات، عم نشتغل مع كل المحافظات، مع كل القطاعات. حاليا بعد دمج وزارة البيئة مع الإدارة المحلية صار شغلنا على نطاق أوسع. نحن صرنا حاليا عم نشتغل مع مجالس البلدات والمدن والقرى. ضمن نشاطات وزارة الإدارة المحلية والبيئة والاحتفال بيوم البيئة العالمي اللي السنة عم يكون تحت شعار أنا مع الطبيعة، تقرر فعالية في مدينة القصير بتتزامن مع ذكرى الرابعة لتحرير مدينة القصير. وطبعا نحن كبيرة رح نكون مكملين إن شاء الله، مثل ما تحررت من الإرهاب رح نكون كمان الجيش الرديف لجعل شوارع نظيفة وحدائق نظيفة. الحملة التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا تهدف إلى تحفيز الأفراد على التمتع بطبيعة نظيفة وحمايتها من التلوث. حبينا نعمل أو نطلق حملة تأهيل حديقة عامة بمدينة القصير متزامنا مع حملة النظافة، تزامنا مع تنفيذ مشروع ترحيل أنقاض ضمن شوارع مدينة القصير. نحن بهاي الفترة قدرنا نرجع الخدمات للمدينة بشكل تدريجي، وبعد 4 سنين قدرنا نرجع حالة التعافي للمنطقة. تخلل هذا النشاط لقاء توعوي بيئي عقد في قاعة بلدية مدينة القصير، تضمنت عروضا تقديمية بعنوان الحفاظ على الغابات والمساحات الخضراء، قدمه محاضرون من مديرية التنوع الحيوي في الوزارة. الغاية من هذا اللقاء التوعوي هو إعادة إعمار الأنفس، وخاصة فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها، لأن البيئة هي جانب من الجوانب الهامة في التنمية. إذا أردنا تنمية صحيحة إن كانت في الاقتصاد في المجتمع، فبالتالي إحنا بحاجة كذلك الأمر إلى بيئة صحيحة وسليمة وموارد طبيعية قادرين إحنا أن نستغلها ونستثمرها بشكل صحيح وأمثل. مدينة القصير التي نظفها الجيش العربي السوري قبل 4 سنوات من الإرهاب تستحق هذا الاهتمام من قبل الجهات الرسمية والشعبية لتعود درات العاصي جميلة ونضرة كما كانت من قبل. من مدينة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.